السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي طعم احلى بدون جلوتين. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كي كتشوفوا اليوم غادي نقدموا اولا غادي نكملوا الفيديو السابق، غادي نمونطيو الحلوه ديال الفيديو السابق. حضرنا الجينواز كي كتشوفوا البنات، واليوم ان شاء الله غادي نمونطيو جميع الحلوه ديالتنا. غادي نحتاجو كيف ما كتشوفوا كريم شونتيي سائله، ممكن ديرو غبره وتخلطوها مع الحليب. انا خديت هولالا سون غلوتين كيف كتشوفوا البنات، اترو ممكن تاخدو نص يقدر يكفيكم. خديت منها 100 غرام اترو، قل 100 غرام باش نديرو في الكلاصاج. غنحتاج لهاد الكلاصاج 60 غرام ديال الشوكولا نيستلي بدون جلوتين، راه موجود غير في الحوانت. وغنحتاج معاهم دانون شوكولا سون غلوتين، راه يلاه خرج البنات، كنظن انكم غادي تكونوا شفتوه، حتى هو غير في الحوانت بجوج دراهم البنات. هاد ثلاثه ديال العناصر هما اللي غادي نحتاج للكلاصاج ولا كريم. كيف ما كنعرفوا كلنا غادي نطلعها بالباتور، هادي البنات ديال الحلويات، يعني راه فيها السكر فيها كل شيء، غادي تكون بارده في الثلاجه ونخرجوها ونطلعها بالباتور. وهذا شوكولا بلون حتى هو بدون جلوتين، غادي نكتبوا به داكشي اللي نكتبوا من الفوق اولا نزوقوا. المهم تزين على حسب الرغبه ديال كل واحد واللي متوفر عندكم. هنا البنات عندي الحليب، هو باش غادي نسقي هاد الجينواز اولا الكيك ديالي باش تجينا رطبه، ما تجيناش حاشفه اولا ناشفه. اول مرحله البنات هي غادي نطلعوا هاد لاكريم شونتيي، غادي نطلعوها بالباتور حتى كتطلع مزيان. كي قلت لكم البنات خص لاكريم تكون في الثلاجه، يعني تكون بارده، رغم ان الحال بارد ما خفنا حتى شي حاجه، ولكن باش تكون نتيجه مزيانه ان شاء الله خص تكون لاكريم بارده. دابا غادي نطلع هاد لاكريم هادي ونتلاقاو باش ما يكونش الصوت مزعج ديال الباتور في الفيديو. خليكم معايا ما تمشيو فين. طلعت البنات لاكريم ديالتي ودرتها في الثلاجه باش تبقى شاده في راسها مزيان. ودابا غادي ندوزو للمونتاج، غنبداو كنمونطيو في الحلوه ديالنا. غنحتاجو لهذا، راه كيتباع، خدوا القياس اللي غادي يقتل لكم الحلوه ديالتكم. البنات اللي كنت استعملت في البيتزا، هذا البنات راه مزيان، راه كيلاق لكل شيء. كديروه كتحطوه بحال هكا وكتزيرو على الكيك حتى كيشد الفورمه ديالتها والقياس ديال الكيك ديالكم على هاد الشكل البنات، وديروها هكا في الوسط صافي. وغادي نبداو كنسقيو في لا جينواز اولا الكيك ديالنا مزيان، باش ما سقيتوها البنات مزيان بالحليب راه كتجي مزيان. كتشوفوا البنات على هاد الشكل كنسقيوها مزيان مزيان، ما خفتو حتى شي حاجه، راه كلشي هذاك الشيء كتشربوا من بعد على هاد الشكل هذا كي قلت لكم. ودابا غادي ناخذ واحد البوش ديالي بحال هكا، هادو البنات على هذا الشكل هذا، وغادي نعمرو بلا كريم ديالتي باش نبدا كنمونطي في الحلوه ديالي على هذا الشكل البنات. انا عمرت البوش ديالي او الجيب الحلواني، وغادي نعمر هذا القالب ديالي مزيان. اللي ما عندهاش ممكن ما تستعملوش، ولكن هذا كيخليكم كديروا واحد طبقه متساويه وما كيبقى حتى شي قنت ما وصلوش ما وصلاتوش لا كريم. هذا الشكل البنات بحال هكا حتى كنكملوا الطبقه ديالتنا ديال لا كريم.
وكنبسطوها بهذا، كنستعنوا بهذا. حتى هذا البنات راه مزيان، كينفع بزاف بزاف. هذا كيساعد باش ان الطبقه كتجيكم متساويه حتى جهه ما مرتفعه على الاخرى. غادي نكمل بهذه الطريقه. هذه كملت البنات الطبقه الاولى ديال لاكريم، قديتها مزيان. دابا درت الطبقه الثانيه ديال الكيك كيف درنا في الاول. غادي نسقيها مزيان مزيان. ممكن تزيدوا على الطبقه ديال لاكريم شي فروي اولا شوكولا اولا كراميل اللي بغيتو. كي قلت لكم البنات تزين هو المونتاج كيبقى حسب الرغبه وحسب اللي متوفر عندكم. المهم البنات هو تفرحوا هذوك الناس السيلياكيين، ما يبقاوش بلا حتى هما يذوقوا الحلوه ديال لاكريم. غادي نزيدو الطبقه ديال لاكريم بحال كي درنا في الاول نفس الشكل البنات. القنت اللي بالينا خاوي نزيدو فيه لاكريم، ماشي مشكل الشكل. باقي غادي نبسطوه بالسباتول. هاد الشكل البنات بحال هكا شكل البنات كيف كتشوفوا. دابا غادي ندير هاد الطبقه الاخيره ديال الكيك بحال هكا، كتضغطوا بحال هكا باش كتشد بلاصتها اولا كترخفوا هذا على حسب باش كتشد بلاصتها ديك الطبقه الاخيره بحال هكا البنات. ونسقيوها نعمر البوش ديالي بالكريم ونرجع نكمل معكم. الحلوه ديالتي هي هذه البنات. بعد ما كملت المونتاج ديالها كنحلو هذا المول ديالنا هكا غير بشويه البنات حتى كنهزوه باش كنقادوها من الجناب. كي كتشوفوا البنات دابا غادي نحاول نقادها من الجناب. غادي نجيب لاكريم ديالتي ونقاد مستوى واحد، نهز هكا شويه ديال لاكريم ونبدا كنقاد في الجناب ديالي البنات بحال هكا. على هذا الشكل. هذا الشكل النهائي البنات هو هذا، ماشي النهائي، الشكل ديالها فاش لبستها كلها بالكريم كي كتشوفوا البنات. دابا غادي ندخلها للثلاجة تشد فراسها واحد شويه عاد نسوقها بما نصوب لها الكلاصاج ديالها وندوب الشوكولات باش غادي نزوق الكلاصاج. البنات غادي نحتاجوا 100 غرام ديال لاكريم سائله و 60 غرام ديال الشوكولا ودانون ديال الشوكولا بدون غلوتين بطبيعه الحال. غادي نسخنوا هاد لاكريم مزيان حتى تبدا كتغلى ونديروا عليها هاد الشوكولا هو ودانون ونحركوا. نبقاو كنحركوا كنحيدوا من العافيه ملي كتغلى لينا هاد لاكريم كنحيدوها وكنزيدوا العناصر الاخرى وحنا كنحركوا كنحركوا مزيان وبسرعه حتى كنحصلوا على واحد الكلاص. انا رجعت لكم البنات بعد ما صوبت الكلاصاج ديالي كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل كيجي رائع. انا زدت فيها البنات واحد ساشيه ديال الكاكاو ايديال، جاني اللون ماشي كحل وزدت فيه ساشيه وحده. ممكن تزيدوا الشوكولا ممكن تزيدوا دانون اولا ممكن ديروا جوج ساشيات ديال الكاكاو الا بغيتوا اللون كحل بزاف. دابا البنات غادي نحاولوا نزينوا الشكل اللي بغينا. انا غنحاول ندير هذوك الدميعات اللي ولاو نحاول
بهذا الشكل هذا البنات كي كتشوفوا، نتمنى يكون واضح لكم. هذه بحال هكا البنات، وانا كندير هذوك الدميعات اللي عنده هذيك القريعه ديال لي صوص راه كتسهل العمليه، ولكن حتى المعلقه الحمد لله دارت لي نتيجه مزيانه. نسبقوا البنات هاد الدميعات هما الاولين، عاد نبسطوا كلاصاج من الوسط. شوفوا البنات غير بالمعلقه راني قدرت ندير هذاك الشكل ديال الدميعات اللي ولا دابا كي كتشوفوا البنات. ها هو كي كيجي رائع تبارك الله ما شاء الله. غير بالمعلقه البنات، يعني الا ما عندكمش هذيك القرعه ديال لاصوص راه ماشي مشكل. على هذا الشكل هذا كنتمنى انها تكون تتبان لكم حتى من الجناب. دابا غادي نخليوها تقبض في راسها حتى نبغيو نقدموها، عاد نكتبو من الفوق. خليتها البنات واحد شويه في الثلاجه، ودابا دوبت الشكلاط ابيض ودرتو في هاد السورينغ اللي كنستحكم فيها اكثر. ممكن البنات تستعملوها، راها عمليه بزاف بزاف. الا ما عندكمش الشكلاط ابيض بدون جلوتين ممكن ديروا غير بيرلي. البنات انا درت الاسماء ديال ولادي بجوج، ملك رياض، قلت دايره هاد الحلوه علاش ما نفرحهمش، رغم انني راه ما كنديرش البنات عيد ميلاد. ودابا قلت نفرحهم لانهم ديما كيكونوا كيلعبوا تيقولوا عيد ميلاد، قلت علاش لا ما نفرحهمش، رغم ان العيد ميلاد ديالهم راه داز، واخا ماشي بزاف شي شهرين تقريبا باش داز دابا، ولكن قلت نفرحهم علاش لا ندير لهم هاد المفاجاه هادي. درت شويه البنات ديال لاكريم في البوش ديالي وقلت نزوق هكا فهاد البلايص اللي ما فيهمش الكتبه. على هاد الشكل البنات البنات تقبض في راسها مزيان في الثلاجه، وخليكم معايا باش نشوفوا جميع الشكل النهائي. البنات الحلوه ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا معايا، درت السنوات ديال ولادي سعود وربعة. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها لوليداتكم، راه كتجي مزيانه واقتصاديه وما تندموش عليها. وبالصحه والراحه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.